بقول لك ايه يا حموكشة يا حبيبي، حبيبك استر يا رب. انا عارفها الدخله المنيله دي اكيد عايزه حاجه. اخفى عليك يا حموكشة، هو انا يعني ما اقولكش كلام حلو غير لما اكون عايزه حاجه؟ اخلصي، عايزه ايه؟ انا كنت عايزه 500 جنيه بس. 500 جنيه؟ هو انت كل شويه عايزه فلوس فلوس فلوس، ما ترحميني بقى ولي. اخفى عليك يا حموكشة، يعني انا لو معايا فلوس وانت عايز فلوس هقولك لا؟ ان شاء الله لما يبقى معاكي فلوس بقولي لا. يا رب ابعت لي يا رب فلوس من عندك يا رب، اللي عندك كتير. دعيت يا شيخة تنكة؟ دعيت، ان شاء الله ربنا هيستجاب. هات 500 جنيه بقى عشان لما يبقى معايا فلوس هديلك. لا اسمع كلامي يا حموكشة، ده دعوتي والله مستجابة. بقولك ايه، انت زهقتيني في عيشتي، لمي هدومك. استنى يا حموكشة هرد على التليفون وبعدين بقولي الم هدومي واعمل ايه. الو، ايه يا بابا عامل ايه؟ انا كويس يا بنتي، انت عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. انت ما جيتش ليه يا بابا النهاردة؟ معلش يا بنتي انا تعبان شوية. الف سلامة عليك يا بابا. بقولك يا بنتي انا خلاص يا بنتي رجلي برة ورجلي جوة، عشان كده انا قلت املك مستقبلك وحطيتلك في البنك 1,000,000 جنيه باسمك. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يطول في عمرك. 1,000,000 جنيه ايه بس؟ انا كده يا بنتي هبقى مستريح اكتر، اسمعي كلامي بس. خلاص يا بابا اللي انت شايف. ماشي يا بنتي، انا بكره هاجي واجيب لك كل الاوراق. مع السلامه يا بنتي. الله يسلمك يا بابا. كنت عايز تقول ايه يا حموكش؟ الم هدومي واعمل ايه؟ بقولك لم هدومك عشان اغسلهم لك يا حبيبتي.